والسبب إنه لا يمكن لنا أن نرى خطط على المدى البعيد إلا إذا عرفنا كم عدد السكان اليوم، وكم سيكون بعد سنوات. ولذلك تستطيع الحكومة أن تخطط، تستطيع أن تضع البرامج المناسبة للتعليم، للصحة، لكل مجالات الحياة الاجتماعية وغيرها. ويحدون الأمل، ونقول لكم التعاون في هذا المجال وجعل الناس يتعاونون، إن هذا شيء في مصلحتهم، ليس شيء واحد جاي يفتش بيوتهم أو جاي يسأل كم عندك من أولاد وكم أسرتك كانت ذكورا أم إناثا. فالتعاون في هذا المجال مطلوب، وحث المواطن، لأن بعض المواطنين قد لا يفهم ما معنى هذا. والناس أحيانا قد تكون لديهم بعض التحفظات، إنه ليش أنا يسألني عن أسرتي، يسألني أنا كم عندي في البيت وهذا، لكن هذا في مصلحته، في مصلحة الأسرة، في مصلحة الجميع على المدى البعيد. وأنا آمل أن تنتهي هذه العملية بكل سهولة إن شاء الله.